السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناة أتولي تيما. اليوم كيف ما كتشوفوا حاطين لكم طاجين، وصاد الطاجين كاينه واحد الوصفه اللي كيحمقوا عليها اغلبيه ديال الناس، واللي هي طاجين ديال الخرشوف تقليدي واكله مغربيه 100%. اليوم غادي نوريكم المقادير والطريقه ديالو، الطريقه اللي كنقادو بها انايا اللي ما فيهاش الزيت بزاف وما فيهاش الماء بزاف. ندوزو دابا للمقادير. اول حاجه غادي نبداو بها هي اللحم. انا هنا خدمت بنص كيلو، نتوما تقدروا تخدموا على حساب افراد العائله. اللحم غادي نحتاجو بصيله صغيره، 4 ديال الفصوص ديال الثومه، القزبر ومعدنوس، الخرقوم البلدي اولا الكركم، معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال السكينجبير اولا الزنجبيل، الملحه، الابزار، بطبيعه الحال الخرشوف. والتزيين غادي نحتاجو زيتون احمر، ربع ديال الحامضه مصيره، وحامضه طريه اللي غادي نستخدمو في الطياب. ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذو نص كاس ديال الماء، وغادي ناخذو الكوكوت ديالنا، غادي نحطو نص كاس ديال الماء، وغادي نزيدو لي زيبيس، غادي نزيدو الربع، الكركم او الخرقوم، السكينجبير او الزنجبيل، غادي نزيدو الملح والبزار. البزار كيبقى على حسب الذوق، انا غادي نزيد غير شويه. وحنا كما كنعرفوا راه الكركم كيتفاعل مزيان الا زدنا معاه البزار وكيعطي الفوائد اكثر. وغادي نزيد الملحه اللي حتى هي كتبقى على حسب الذوق. دابا غادي نشعلو على العطريه، وغادي نحطو اللحم فوق من العطريه، وغادي نخليوه تيشرب مزيان، نحطوه هكذا، ومن بعد غادي نقلبوه. هكذا باش نتاكدوا ان اللحم ديالنا شربات العطريه مزيان وشربات لي زيبيس مزيان. ودابا غادي نزيدو الثومه اللي غادي نحكوها. غادي نخليوها كتشحر مزيان مع اللحم والعطريه. دابا غادي نقيو البصله على ما يتشحر لينا اللحم. غادي نقيو البصله مزيان، دابا غادي نقطعو البصله. انا كتجيني هاد الطريقه اسهل، غادي نقطعها هكذا وغادي نضربوها هكذا من النص، وهكذا كتجينا سهله في التشلاط كيف ما كتشوفوا. وغادي نرميو هاد الخر ديالها، وغادي نزيدوها دابا، نعاودو نقطعو الطرف الاخر هكذا كيف ما قلنا، وغادي نقطعوها من الفوق ونشلضوها. وهاد الطرف هذا الاخراني كيطرنا. ودابا غادي نزيدو البصله على اللحيمه ديالنا، وغادي نحركو هادشي مزيان. من بعد ما شربو لنا اللحم العطريه مزيان، دابا غادي نرميو عليه الخرشوف. باش كيطيب معاه في دقه واحده. ودابا غادي نزيدو كاس ديال الماء سخون طايب، وغادي نخليوه غادي يمشيو. دابا غادي الحامض غادي نحاولو نديرو لها هكذا باش تعطينا العصير ديالها، وغادي نقطعوها على جوج كيف ما كتشوفوا دغيا طلقات الماء. انا غادي نعصرها بوحدها حيت شفت فيها العظيمات، نتوما الا لقيتو ما فيهاش العظيمات تقدروا تعصروها ديريكتومون بحال هكذا في الكوكوت. ودابا غادي نزيدو رشه ديال الملح غير من الفوق، ورشه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود حتى هي من الفوق.
غادي نديرو زيت الزيتون. انا ما درتش زيت الزيتون من الاول باش اللحم يشرب العطريه مزيان، حيت كيف ما كتعرفوا الا درنا الزيت من الاول العطريه ما كيشربهاش اللحم. ودابا غادي نزيد زيت الزيتون من الفوق جهد 3 معالق كبار، وفي الاخير غادي نزيد الزيتون من الفوق وغادي نسد عليه الكوكوت واحد نص ساعه. ومن بعد دابا ما دازت نص ساعه اولا الا حليتو عليها من بعد نص ساعه ولقيتوها انها باقي ما طابش تقدروا تزيدوا عليها اكثر. دابا غادي نحلو عليها وغادي نشوفوها كيف ما كتشوفوا راه طابت وما بقاش فيها الماء بزاف. ومن بعد دابا غادي ندرسيوها في الطاجين اولا في الطبسيل اللي حبيتو. وهذا الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا اليوم، وكيف ما كتشوفوا كيجي بنين وغزال والمنظر كيشهي. انا هنايا زوقتو درسيتو مع شويه ديال الحامض المصير والزيتون كيف ما كتشوفوا، وهذا هو المنظر كيجي محمض وبنين ولذيذ. وحتى الناس اللي ما كيعجبهمش الخرشوف ممكن ياكلوه بهذه الطريقه. وكيف ما كتعرفوا ما زدتش معاه الماء بزاف باش يطيب في الماء ديالو. كنتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. الى عجبتكم هذا الفيديو كنتمنى تجربوها، خليوا لي تعليق، خليوا لي لايك وديروا ابوني اللي ما كنتوش دايرينها. وباي باي.